أصابت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لأعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعة يهودية متطرفة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. كما استنكرت الوزارة في بيان صحفي بالأمس القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وطالبت في البيان المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع مع السلطات الإسرائيلية القوى القائمة بالاحتلال للكف عن التعرض للشعب الفلسطيني الشقيق والتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي.